مسيره بدوا رايكم زوروا ورا العلم يا جيش يا سور الوطن نصير ويا الفاسد يا جيش يا سور الوطن أسنان مستحيل نرجع إذا ما تحقق مطالب الشعب إذا ما صرنا غير قانون النظام ما نحن المطلوب المطلوبين بنفسنا. لا خصوصية بسبب تصاعد دعوات العودة إلى الدوام على الرغم من عدم تحقيق أي من مطالب الثائرين وانتفاضة تشرين. كانت الدعوات للعودة إلى الدوام على الرغم أن دم إخواننا من الناشطين ومن الفاعلين في الساحة لم يجف إلى الآن، وعلى الرغم من تقديمنا ل 600 شهيد وأكثر من 15,000 جريح نجد البعض يحسب الدوام كأنه الخلاص الأخير والعودة للدوام ستحقق المطالب. نحن نوجه هذه المسيرة إنها كخطوة تصعيدية للسلطة للاستجابة لمطالبنا المشروعة التي أبرزها تعديل قانون انتخابات عادل وقانون أحزاب رصين، ومن بعدها تشكيل حكومة انتقالية مستقلة بعيدة عن الأحزاب للتحضير لانتخابات مبكرة خلال 6 أشهر بإشراف الأمم المتحدة. نحن لن نكل ولن نمل، إن طال شهران أو 6 أشهر سنبقى نساند إخواننا في المطعم وفي الجمهورية وفي السنة. دعمنا لوجستي ومعنوي لن نمل ولن يقل هذا الدعم، وسنحشد كل أحد مسيرة مليونية لطلاب بغداد الأحرار لنثبت للسلطة أننا باقون حتى تحقيق المطالب. Thank you.
اللي خلانا نطلع مظاهرات اللي هو دم الشهيد ونريد تحقيق مطالبنا. ملينا والله ملينا، يعني اطلع مظاهرات يجي يهددني ليش؟ انا شرايد، انا شرايد، رايد بس حقي، رايد بس حقي وحق هاي العالم الطالع التعبان. انا لو ما تعبان اطلع لك حقق لي شيء واحد، اعطيني شيء واحد، ما اريد كل شيء، لا اريد تعيين ولا هاي، اعطيني وطن، اعطيني وطن. عوفه عوفه ظل بوك ظل بوك وكل شيء سوي، ولا تقتل ولدنا بعد، ولا عوفهم عوفهم ولا تهجر العالم. ابقى ابوك، انا كل شيء مارد، اريد وطن واريد امان وكل شيء مارد، بس هاي اللي عندي. يعني كل احد احنا نسوينها الاعتصامات الطلابيه لاتحاد الطلبه الجامعات العراقيه، ومستمرين في الاعتصام لحد مطالبه كل الحقوق مالتنا، وان شاء الله يعني ما بقى الا القليل، وحقيقه لكل الطلاب الجامعات العراقيه الاهليه. والله احنا هذا اصرار كل اسبوع مستمرين بهذا الاصرار، ويعني دم الشهيد ما راح يروح حدا، وكل الناس اللي تاذون هناك وان شاء الله يعني صوتنا راح يوصل لكل الناس اللي قاعده واللي طالعين، وان شاء الله موفقين كلنا. احترام لجماعة الشهداء، نظمنا مسيرة مليونية، طبعا كل احد نظم مسيرة مليونية، نتجمع مع الطلاب الممثلين طلاب الجامعات العراقية من بغداد والجامعات موصل والانبار وصلاح الدين، جمعنا احتراما لدماء الشهداء، احتراما للناس اللي مرابطة بساحة التحرير وساحات الاخرى. هذا اصرارنا وعزيمنا على دم الشهيد، لان اخواننا طاحوا شهداء، واحنا ما يصير احنا نداوم، ومطالبنا تغيير الحكومه
تغيير الحكومة بأجمعها وانحلال مجلس النواب، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله بعزيمة الشباب وهمتهم، إن شاء الله أكو تغيير إن شاء الله. اولا انا طالب قانون مرحله ثانيه بجامعه امام الكاظم. اما بخصوص الرساله، اوجه رساله للشعب العراقي او للحكومه بانه احنا صامدون هنا بساحه التحرير ومستمرين احنا بهذا الاعتصام الى تحقيق مطالبنا المشروعه والحقة، لان احنا اليوم خروجنا للاعتصامات مو اعتباطا، نتيجه تراكمات فشل السياسه في العراق، وادت الى تخريب القطاع التعليم وقطاع الصحه وجميع القطاعات. البلد يعني على وشك الانهيار من ناحيه الحاله، النتيجه الاقتصاديه والامور كلها، البطاله، فادت هاي كلها الى 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 خروج هذه الجماهير وليس اعتباطا. فادت هذه الجماهير تريد مطالب هي يعني يعني بكل الدول هي مشروعه وفقا يعني هذا البلد اللي فيه موارد طبيعيه والبشريه والكفاءات، بس سبب هذا الفشل والفساد والاحتكار هاي السلطه نتيجه هاي ادت الى دمار هذا البلد. ولولا خروج هذه التظاهرات لم يتغير هذا البلد، والسياسيين يعني باقين. فهذا التغيير يعني الشباب، همه هاي الشباب وهذا حراك الشباب الواعي، ان شاء الله راح نغير.
نوجه هاي الرساله انه الاضراب مستمر وما راح ينكسر ابد، لان صارت بيننا وبين الحكومه دم شهداء، ومو بالسهل انه ننسى الشهداء اللي وقعوا على مود التغيير. والدليل انه ازيد الطلاب اليوم مسيره مليونيه تنظمت جامعات بغداد عامه، اتحاد طلاب جامعات بغداد بصوره عامه، انه اليوم مسيره مليونيه تدعم للاضراب. الاضراب ما مكسور، اكو بعض القنوات، اكو بعض الاحزاب انه شيعت انه الاضراب انكسر او الطلاب تنازلوا عن اضرابهم او رجعوا، لا بعدنا مستمرين وراح نبقى لحد تحقيق اخر مطلب انه، وان شاء الله دم الشهداء ما يروح هدر. أشكر قناتكم الموقرة لتغطية الحدث في ساحات التظاهر. ثاني شيء أطالب من ذول اللي يداومون شوية يتحرك دمهم شوية الغيرة على بلدهم، أبناء وطنهم جاي يستشهدون خلال شهرين، أعطينا 500 شهيد و 4000 جريح، أنا ما صار بأي بلدان العالم. وأتمنى أن المظاهرات ليش يريد أول شيء نشط القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، يعني هي هاي اللي تقوم بالدولة، لأن أول شيء إذا نشط القطاع الصناعي والزراعي، الصناعة أهم شيء ركز عليه، راح تقل الجريمة. شيء أكيد إحنا نعتمد على الشباب، كفاءة الشبابية. أول شيء انتخابات مبكرة، إحنا مطلب الشباب انتخاب فردي، دوائر انتخابية صغيرة وتتعدى نسبة 50% الله يصير وزير. إحنا هاي المطالبنا، وما يعني أبسط شيء مقاومات العيشية، المي والكهرباء وشارع نظيف، مدارس الريد، يعني مدرسة صف واحد ب 100 طالب، المستشفيات بإهمال الكوادر الطبية أكثر، يعني ماكو بس صدق بس براسيتول وحب ما نشتري، ذن ماكو غير الفلوات. شهداء المظاهرات اللي قدموا أرواحهم حتى إحنا نعيش، قدموا أرواحهم حتى نسترجع العراق من هؤلاء الفساد. دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة. احنا هاي رسالة مثلا اذا نريد نوصلها، نوصلها للدولة كمثل وزارة التربية، يعني نريد شلون مثلا مساعدة، فماكو هذا. احنا عندنا الدراسة قاعدة تصير اصعب واصعب، فما قاعد نشوف اي شيء، كادر تدريسي ماكو كافة. هاي المظاهرات والشهداء اللي قاعدة تروح على شنو؟ احنا قاعد نداوم، لان دم الشهيد على شنو يروح واحنا قاعد نداوم؟ احنا ضالين عصيان مدني ونظل مستمرين ان شاء الله. منعوا المظاهرات اذا ما يوفرون كل المطالب للشعب. اول شيء الطلاب، احنا نداوم اول شيء ضمير، بس اللي ما عنده ضمير يداوم. هاي العالم والشهداء راحت بالمظاهرات والدم الراح، يعني شلون البينا ما يخلينا نداوم؟ يعني عالم هواي نايمه هنا على مود انا شنو والله انا اروح اداوم؟ ما يصير. لو كنا نطلع نصير ايد وحده، لو هاي المظاهرات كلها خطفت من البدايه، اذا ما نصير ايد وحده كل شيء ما يفيد. ان شاء الله اكو حل بهاي المظاهرات، إن شاء الله نشوف مستقبل زاهر.
وقفني المسيرة، وقفني المسيرة. مجلس النواب ينحل، مفوضية الانتخابات المفروض تنحل، ويعني تتبدل وزارة جديدة تصير. دم الشهداء يعني أكيد ما يريد أروح، لأن دم الشهداء غالي علينا ويعني يمثلنا أصلا كجمهور. فأنا طالب من داعش وياك أنه مستمرين بالإضراب حفاظا على سلمية التظاهرات أولا، ونحب نشارك إخواننا المتظاهرين بالساحات، وان يعني نحاول نحقق مطالبهم باقصى الحدود. احنا مسوين اضراب، الماده تمشي علينا، وزاره التربيه والتعليم العالي يعني ما يشوفون حل، يعني يقولون السنه تستمر وما ادري شنو، ومع ذلك احنا طلاب كليات اهليه يعني مستعدين ان ندفع قسط وناجل سنه كامله حفاظا على دم الشهداء وعلى سلميه المظاهرات وعلى تغيير يعني تنفيذ المطالب المتظاهرين، لان هذا ابسط شيء عندنا وهي حقوقنا، يعني مو شيء رايدينه خارج الحقوق. يعني اللي يريد يداوم ما يمثلنا، هي مو شغله اجباريه، هي شغله ضمير، يعني ضمير الانسان لازم يتحرك، واحنا يعني عراقيين وصاحبين غيره ونخوه، فالمفروض يعني من الطلاب اللي يداومون شويه تتحرك الغيره، يعني اذا مو على مود الدوام وعلى مود التغيير، على مود دم الشهداء اللي راحوا حرامات يعني يروحون يعني هباء منثوره. جايين نساند هنا اصرارنا مستمدين من انه نساند اخواننا المتظاهرين بساحه التحرير، بالاضافه الى سقوط دماء الطاهره الزكيه اللي هي دماء الشهداء اللي مستحيل نخليها تروح حدرا. ارادتنا احنا ما تسمح لنا، وان كان طلاب او اي شيء، ما نقدر نخلي اخونا الشهيد دمه يروح حدرا وهباء منثورا. اول شيء كطالب انه انا اصلا ما عندي حقوق، مثلا شنو الطالب حق؟ كطالب اصلا ما عندك حقوق، حق تعليم كل شيء ماكو، يعني مثلا تعيينات ماكو، ابسط شيء مثلا انه مثلا انت كطالب المواد الدراسيه هم صعبه،
وكشباب هم نفس الشيء. شاب ما عندك حق تعيش مثلا، صار ابسط شيء هي الروح، ارخص شيء هي مثلا على وش واحد، واحنا غير شعب واحد، وواحد ايده على واحد وواحد يسند الثاني مثلا، شلون واحد يرضاها انا داوم وجماعتي واخوتي كلهم بالمطعم وبالساحه معتصمين؟ هاي ابسط شيء. اليوم هي ثورة طلابية، صحوة الطلاب، صحوة الضمير. هاي الثورة ما حد يقودها، ما منتمي لأي حزب. ثورة ناس أصحاب ولاء للوطن، ناس أجيال هاي وعد ما وراهم بس الله. هذا الجيل، الجيل الوحيد اللي حتى المرجعية تخضع له، لأن عرف الصح من الغلط. لأن هذا الجيل الوحيد اللي انظلم، هذا الجيل الوحيد اللي انباقت أحلامه، هذا الجيل الوحيد اللي قطى دماء، اللي ضحى بكل شيء، بتعليمه، بدمائه، انظلم كلش هذا الجيل. فهذا الجيل الكل يخضع له، الفاسدين، العشائر، المراجع، الكل تخضع له هذا الجيل، تمام؟ كل شيء بيدهم. اليوم احنا نسلم قوانين، وعلى الحكومة العراقية هي اللي تنفذ قوانين يمنا اليوم. ما ياخذون وقتهم ووقت غيرهم انتهت بعدها. هذا الوقت راح. ما تاخذ وقتك ووقت غيرك راح هذا الوقت. اليوم وقت هاي الشباب الواعيه لازم هي اللي تحكم. هم اولى بالوطن من يمهم ذول الفساد. الاصرار اللي خلينا مستمرين بمسيراتنا واضرابنا الدوم انه ولا مطلب من مطالبنا تحققت، هاي اول شيء. وثاني شيء ولا دم الشهداء رجع، ولا طلعوا الجنات المعروفين والغير المعروفين من جماعه الاحزاب وجماعه الميليشيات، وحتى ناجح الشمري اللي قتل بالناصريه والكل يدري بيه انه هو قتل وما حد محاسبه واختفى عن القضاء. يعني ليش دا ارجع؟ انا كل شيء مو محققين، شنو راح استفاد؟ بالعكس انه انا اذا رجعت هسه راح ياذوني اكثر ما اذوني قبل. اعطيتهم سلطه واعطيتهم قوه اكثر مما كانت عندهم، اني سكتوني، انا كنت ساكت بمزاجي، هسه من حكيت سكتوني غصب ما عني باعتبار. ما راح نرجع ولا راح نرجع الى ان نحقق كل مطالبنا اللي هي تتلخص اول شيء قانون انتخابات فردي ودوائر محدده وصغيره مستقله، شو اسمه مرشحين مستقلين وماكو زواج جنازه. Let's go.
احنا اللي صار هذا اللي بيصير وكل الصوت الشباب اللي قاعد بيصير، لان التعليم ماكو، خدمات ماكو. احنا كان كطالب طب اسنان اريد مستقبل زين، حاليا قاعد ندرس بس مستقبل ما عندنا، مستقبل مجهول، دراسه من دون مستقبل، من دون اي شيء. فاصرارنا خروجنا اليوم من بيوتنا وعارفين دراستنا كلها حتى نضمن مستقبلنا، نضمن مستقبل اخواننا وطلابنا كلها. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. لا إله.